بايرن وباريس سان جيرمان. لا حول ولا قوه الا بالله. جزئيه مهمه قوي بقولها لك كده بطريقه لطيفه يعني. باريس سان جيرمان دي لما نيجي نقعد انا واصحابي نلعب بلاي ستيشن نتفق مع بعض محدش هياخد باريس سان جيرمان. ليه؟ انها هتكسب اي حد. انا ما بفهمش بقى باريس سان جيرمان بالتشكيله العظيمه دي انها بتنزل في كتير من الاحيان في مباريات في دوري ابطال اوروبا وهي الطرف الاضعف. انا افهم ان باريس سان جيرمان بالتشكيله دي بالسكواد ده تنزل تاكل اي حد، تاكل اي حد يعني، بما فيهم مانشستر سيتي بالمناسبه يعني. ايه اللي يمنع باريس سان جيرمان انه يعمل امبارح شوط اول سيء جدا قدام بايرن ميونخ، شوط تاني نصه سيء لحد ما نزل كيليان مبابي وخد الكوره شويه وبدا هو يشتغل لوحده؟ ايه اللي يمنع؟ هي مشكله باريس سان جيرمان ان هو دايما اللي بيبني الفرقه يعني بيظبط فوق وتحت وينسى الهيكل اللي في النص. خط الوسط لما تيجي تبص على السامي اللي في خط الوسط في امبارح في ماتش باريس سان جيرمان وبايرن، لا ما يعني ميسي نيمار ورا ماركينيوس وراموس وحكيمي ونونو جوميندش ودوناروما، خط الوسط سولير وزائير ويعني ناس جديده ومش دي الاسامي اللي المفروض تقود خط نص باريس سان جيرمان او فرقه بالدفاع وبالهجوم ده. بايرن ميونخ امبارح عمل ماتش ممتاز جدا خصوصا تقريبا اول 60 او 65 دقيقه لغايه لما مبابي نزل حرك باريس سان جيرمان. وفكره ان باريس اصلا يلعب 4 4 2 دي برده مش الخطه الاساسيه لباريس سان جيرمان. هم بيتحولوا ساعات من بيلعبوا ب 4 دفاع او 3 مدافعين، بس 4 4 2 دي لا، مش دي مش الخطه المثاليه لباريس سان جيرمان. وانت يعني حرفيا ما شفناش ميسي ونيمار طول الماتش تقريبا امبارح لغايه لما مبابي نزل بدا شكل الفريق يظهر على الشكل الهجومي. هم الثلاثه اتحركوا بشكل متناغم جدا صح، لكن بايرن ميونخ عمل ماتش ممتاز جدا على حته على جزئيه خط الوسط بالذات، وفكره اللعب ب 3 1 4 1 فكره ان انت بتلعب 3 1 5 1 قصدي، فكره ان انت عندك كانسيلو على الناحيه اليمين، الناحيه الثانيه كومان على الناحيه الشمال، ولعيبه الوسط اللي بتزيد مع تشوبو موتينج في الهجوم، وتبدا تعتمد على العرضيات اللي هو تخلخل دفاعات باريس سان جيرمان وتعتمد على المساحات اللي موجوده العكسيه. كل ده كان مساهم مع بايرن ميونخ قوي ان هو يحاول ان هو يبقى موجود على اليمين وعلى الشمال بشكل هجومي دايما في وسط ملعب باريس سان جيرمان. وطبعا ساعده ان وسط ملعب باريس سان جيرمان مش ظاهر في حالته الفنيه، وفيراتي حتى برده ما كانش في افضل حالته امبارح من وجهه نظري يعني. انا عندي مشكله كمان مع باريس غير نص الملعب، انه الثلاثه اللي قدام الفيلم الرعب بتاع قدام دوت، حتى لما مبابي بينزل مبابي وميسي ونيمار، ميسي ونيمار ما بيعملوش ادوار دفاعيه غالبا يعني. كيليان مبابي انا نجم الفرقه الاول يا جماعه، فانا كمان مش هعمل ادوار دفاعيه يعني. لو انتوا هتسيبوا ميسي ونيمار قاعدين ما بيعملوش ادوار دفاعيه، فانا كمان مش هعمل ادوار دفاعيه. انا شفت ده في ماتشات في الدوري الفرنسي، وشفتها كمان في ماتش امبارح حتى لما مبابي نزل في هجمات كارثيه على بايرن ميونخ وتحولات مش طبيعيه. تشكيل باريس سان جيرمان اصلا مش متكونه صح. دي حقيقه. ببساطه باريس سان جيرمان محتاجه تخلى عن نيمار. خرجت نيمار من الحسبه، دخلت مكانه لاعب وسط بيجري زي البني ادمين، ولعبت على ميسي ومبابي، الموضوع هيكون منتهي بكل بساطه. يعني فريق باريس ده محتاج اثنين لعيبه في نص الملعب، واحد سوبر ستار واحد متوسط، ونيمار يتباع لاي فريق ايا كان. انا بحس باريس سان جيرمان ده لو كان جاب كازيميرو كانت كل، بس الحمد لله ما جابوش. خلاص بقى الحمد لله الحمد لله. عارف انا لسه، بس نوعيه كازيميرو دي كانت تفرق مع الفرقه جدا. طبعا طبعا. الفريق انت دايما بتلعب قدام اي فرقه ناقص ثلاثه. يعني في الحاله الدفاعيه انت ناقص ثلاثه. لا ده قادر يرجع ولا ده عايز يرجع وخلاص. فطبيعي انت بتكون دايما مضغوط. صح. ونص ملعبك مش هو نص الملعب القادر ان هو يستعيد الكره بسرعه. يعني ايام ما كان في باريدس في مستواه كان الموضوع ماشي شويه. حتى اندر هيريرا كان بيقدم الدور ده شويه. بس انت محتاج لاعب يكون ارتكاز صريح قوي. يقدر يلم من تحت الناس دي كلها. وواحد تاني مع فيراتي، ان فيراتي برده في النهايه بيقرب لان هو كل شويه بحس كويس. بحس ان باريس عايز يلعب ماتش بلاي ستيشن، اللي هو انا بحط مهاجمين وكده كده هنكسب، وده مستحيل قدام فريق كبير، وده في الحقيقه مش هينفع. بالظبط. ايوه قدام فريق كبير هيخليك تعاني، بالعكس انت كمان في الدوري الفرنسي بتعاني مع فرق متوسطه بتخليك تعاني بسهوله. صح. فهو انت محتاج اثنين لعيبه في نص الملعب مع فيراتي، وتتخلى عن نيمار. ليه نيمار؟ لان هو اكثرهم دلعا ما بين الثلاثه اللي قدام، وغيابه يعني الاثنين التانيين، ميسي هو ميسي مهما كان ايه في الدنيا هو ميسي، فيظل ومبابي هو نجم الجيل القادم. صح. فهم دول الاثنين تقدر تبني عليهم. صح. ميسي طبعا كده سنه او اثنين ومش هيكون موجود معاك. فهو الامل عشان تحاول تاخد دوري ابطال اوروبا قبل ما ميسي يخلص وقبل ما الموضوع ينتهي، هو نمار. خروج نيمار ودخول اثنين لعيبه وسط، واحد سوبر ستار وواحد كاسحه الغام تحته. كاسحه الغام.